اليوم يا جماعة الخير الطريقة للعالمية اضغط زر لايك في البداية. الحلقة هي اسطورية ورجع انفجر الحظ مرة ثانية وطلع لي لاعب اسطوري صار فوق المليون كوينز ومن الحدث قسما بالله هذا من افضل الاحداث يا جماعة. الحظ فيه عندي ما انفجر على الاخر. فجر زر لايك في البداية، اشتركوا بالقناة، بدنا نوصل 30,000 لايك على تحدي يا جماعة، اضغط لايك خلونا نبدأ. واذا حابب تشتري كوينز وتضبط فريقك مالك الا موقع يوسف ان باي، الموقع الافضل والاسرع والاضمن في نقل الكوينز، وايضا عندك كود الخصم SYR صار بيعطيك خصم اضافي 6% على اي عملية شراء كوينز بتتم عن طريق الموقع. رابط الموقع طبعا بالدسكريبشن، ولا تنسوا ايضا كود الخصم SYR اللي هو بين 5 لاعبين. الباكج حلو بس انه ما بعرف كم سعره، والله شكله غالي. طيب خلصنا من اول تحدي من تحديات الهيرو، ويا رب يا كريم يطلع لي هيرو فنان. طيب هذا تحدي ال 85 وخلصنا، باقي لنا اخر تحدي واسهل تحدي. او لا ليك طالب التحدي 3 لعيبه 85 وانا قاعد مرميهم من ساعه، يا الله يا الغباء. خلص خلص التحدي بنجاح يا رب. بنكشف طاقات، هن 5 لاعبين وهذا اول تحدي بينزلوه بظن 5 لاعبين. يا رب يا كريم يا رب. اوه هي ديم، هي ديم الصوره، هي تشتغل مع فيفا اللعبه، انما منظمه الفيفا ما بتعطيك جائزه ذا بيست عليها، ها عشان تكون بالصوره بس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. 5 لاعبين يا رب يا رب يا رب يا رب. لاعب يستخدم العويران كذا يمين يسار يا رب. طيب اول لاعب مهاجم والاجريشن 32، يعني انه مهاجم قصير وخفيف. لا وسط يا هو شولد الاجريشن التعبان 87 للدربلينج. لا لا اللعب يا الباصات حلو بيض. والله اول لاعب شكله سيء يا جماعه. هيرو كاس عالم وهيك، ايش هو نكاتا؟ او ماي جاد لا 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 هو من اول لاعب نكاتا، حسبي الله عليكم. وين السي دي وين؟ ظبط القعده. اوكي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله او ماي جاد لا تلي لوسيو مرة. او ماي جاد اذا لوسيو انا بنجن، صدقوني انا بنجلط اذا لوسيو بيكون. او ماي جاد شكله لوسيو يا جماعه، شكله لوسيو مره ثانيه. لا اله الا الله يا توري معقول يا لا لا الباصات طير. لا بطيء مو لوسيو، رافائيل ماركيز. اوكي اوكي فكرته لوسيو والله للامانه. اول شيء الحظ على فكره للان لاعبين وكلهم كاس العالم، يعني ان شاء الله نستمر. يعني فيزيكال 82 يا رب. كبدي فيلا الظهير وبيع مندي اللي عندي يا عمري الطاقات يا رب يا رب. اعطيني دربل حلو 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 حلو. والله الدفاع دعس قسما بالله الدفاع قوي. الباصات حلوه. هذا ظهير ظهير يا جماعه ظهير شكله. لا ليه هيك السرعه ليه؟ لا تلي انه ماركز مره ثانيه، والله عيب عليكم قسما بالله عيب يا اخي. يقطع ام العفن استغفر الله. شو هاد فيزيكال 82 دفاع لا يلعن استغفر الله ما بدي سب. دربلينج 86 باص. هذا ماركيزيو صح؟ والله شكله ماركيزيو العادي يا رجل. لا لا لو ماركيزيو كاس العالم كان اسطوري والله. باقي لاعب باقي لاعب والله ولا واحد منيح للان، ولا لاعب يستخدم ولا لاعب. يا حبيبي ولا لاعب 90 يا رجل ولا لاعب 90. ماركيز ماركيز على فكره والله لما بيلعب ضدي بيعقدني، بس المشكله سرعته مو كل هالقد. ماركيز سعره 200,000 والله دعس يا حرام. ماركيزيو كمان ب 200,000، كاس العالم منه بمليون ونص. والله انا شايف انه ماركيز او ماركيز مشكله. ماركيزيو حاسس اللي هو عرفت شو انتهى، انا من زمان جربته ماركيزيو بس بقدر اشتريه لما بدي. خلص باخذ ماركيز، وبما انه يعني ريتنج ممكن استفاد منه. تعال طبعا قبل ما نكمل الفوت في عندي هدول اللاعبين، بس صراحه ولا واحد منهم بيستاهل فبنسحب عليهم. الاهم هو هاد بيعطيني 5 لاعبين زائد 84 باكج بمناسبه اني فزت 100 فوز. طيب بسم الله بنفتح هذا الباكج يا رب. 5 لاعبين زائد 84 حدث فرنسي سي بي. لا 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 هذا اواهن هذا قسما بالله يا جماعه حظي بهالحدث مش طبيعي. ورب شيء اسطوري شيء اسطوري يا ساتر. الله 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 قسما بالله حظي هذا الحدث والله يا جماعه افضل حظ لي بهذا الحدث. ولا حدث هيك طلع لي منه هاللاعبين يا رجل. من بكج ابو 5 لعيبه زائد 84 يطلع لي 100% بيتطور، لانه شو ليك ليك 100% بيتطور لانه ارسنال داعسين. ان شاء الله بتاخذوا الدوري يا ارسنال. معليش والله يا جميع اليوتيوبرز كل واحد عرفت ما
معليش يعني ابو عابد وجلوري والشباب والله تبلعوا والله والله ان شاء الله ارسنال بياخذ الدوري ها والله شيء اسطوري قسما بالله طاقات الارض يا رجل شوفوا مبدئيا اذا بدك تقارن راموس بساليبا ساليبا اسرع ونفس الفيزيكال بس راموس احسن بالدفاع بس مين اقوى بالملعب بعد هذا السؤال وشكلنا لازم نجيب ظهير من الدوري الانجليزي اذا بدنا نشبك ساليبا والصراحه مارسيا والله جلطه يا جماعه والله انه تقيل يا اخي على الجناح عم يكون تقيل وحتى كمهاجم تقيل مع انه دربل 94 بس تقيل بالملعب تقيل ما بعرف ليش خلص يعني بعد التفكير الطويل بنقرر او قررنا انه نسوي الخطه بهي الصوره بنجيب فيرمينو وبنجيب ارنولد وبنلعب ساليبا وبالتالي الكل بياخذ تناغم امبابي حيصير جناح لانه متخازل بالهجوم عم يضيع فرص سهله وفيرمينو 5 نجوم فبنعطيه تجربه ما عجبنا بنبيعه اوكي انا جربته قبل وعجبني فيعني هذا اللي شجعني اني اجيبه هي الطريقه بتخلي ارنولد تناغمه كامل فالافضل انه نتبعه والكل تناغمه كامل بس مبابي ناقص حبه فماشي يا ربي من الحارس الزفت مينان يا ربي شو كريه بساط صراحه صليبه ما مو مبين الان ها حسه مختفي بالمره والعوب يا ساليبا الله الله يا عمري يا الانهاء ولا زيدان يا رجل بنهاية كأس العالم يا عمري يا فيرمينو يا وحش يوهوهوهو ده يا بي عمري يا لوكا يا عمري يا لوكا ساليبا ساليبا حط فيزيكال يا الله يا الله يا حرام يا الله يا الحظ روبرتو والله صليبة تخطيطك قسما بالله من أسوأ ما يكون صليبة ما له عامل ولا شيء صح انه جاب جول بس والله دفاعيا ما عم يعمل شيء يا حرام عليك فيرمينو كله من صليبة الخسارة هي كل جوالي بتلاحظ صليبة تمركزه ما بعرف وين بيروح صليبة حرام عليك يا كرو يا عمري الباص ايوه صح والله حركت حرام يا باب يا حارس يا حرام يا العارضه يا اخي شوط ايوه صح الله ياخذك يا ديابي يخرب بيت لا هاي جول يعجبني الخصم يا سلام عليك يا الخصم يا سلام عليك يا اسطوره ايه حرك الحارس وترك الدفاع منار ايه حرك الحارس وترك الدفاع يا مري الزيزو اوه ما راح افرح بقولي استغفر الله زيدان زيدان شو عم تعمل اوه يلك رويف يلك رويف ما في ما بلحق افرح بقوالي ضدك ما بلحق حرفيا اوه يا مينان يا الله يا عمري يا شيخ يا عمري يا شيخ يا لعن شكل المباراه شو راعي رهيبه هي مباراه حلوه هي مباراه للتاريخ والله الخصم لعيب 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 حلو بقينا مباراه نفوز فيها بنجيب رانك 2 بيكون ثاني اقوى ريكورد 18-2 بعد ال 20-0 اللي جبناها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مين حارسك مينان والله عرفان يا حبيبي يا حبيبي مباراة الرانك 2 يلا
كليك 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 المساحات كليك. ماي جاد ورب تيوس يا رجل، الدفاع فتحوا المساحات فجأة. ايوه يا مبابي، ايوه يا مبابي. ايوه يا ديابي يا اسطورة يا اسطورة. طيب يا عمري يا جارينشيا يا عمري يا شيخ، ثالث ثالث هذا. السلام عليك يا الخصم، يا السلام عليك يا الخصم. وهات ال 18-2، هات هات ال 18-2، هات خصم ثلاث تسديدات. الاداء اسطوري، اداء جميل. 74 نقصنا مباريتين، والله لو بلعب مستوى قوي وثابت على تشكيله من بدايه الفوت والله كان ممكن نجيب حتى 20 صفقة. انا جدا فخور، ثاني اعلى ريكورد لنا بفيفا 23، هذا ثاني اعلى ريكورد بعد ال 20 صفر. 4+84، ثلاث لاعبين حمر وباكجات وحركات. انا او ماي جاد، 4 حمر كمان و2 125,000 وباكيجين انفورمات. مشكلة الاسبوع مو ظاهرة بس انه ما فيها الا ميسي، ميسي ب 700,000 لوحده. بسم الله يا رب، ميسي 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 ميسي. روميرو مولر حلو، مولر على فكرة تاني على ريت بعد ميسي، فماشي تعال يا رب ميسي يا رب ميسي. ما شاء الله طلع لي جلادين برشلونة الاثنين، الظاهرة بريتيت ومولر. واو طلع لي كل اللاعبين الاوائل الا ميسي. بسم الله بسم الله. ميسي يا شباب ارجوك اخي، ميسي مستحيل يطلع ولا شو؟ هذول الزائد 84 ممكن يطلع منه من الحدث. اوه بو 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 بو. والله دحس يا جماعه، والله دحس. ليفاندوسكي 91 طلع لي، اللي بعده روبن دياز. يا عيني يا عيني. اوكي هذا الطبيعي انه يطلع لك هيك اول لاعب. يا رب يا رب واحد حدث، اي واحد حدث، اي واحد. رودري حلو حلو، حرفيا كل اللاعبين ووك اوتات. اضعف لاعب 86 ريتنج وبالتالي طلع لي ووك اوتات الارض. هدول لوحدهم كريتنج اسعارهم حدود 300,000 تقريبا، لانه ليفاندوسكي لوحده 60,000. نعطي بس تقييمات على على السريع للاعبين. مين في لاعبين جدد؟ في عنا جارينشيا جديد، عنا زيدان رجع. والله زيدان رجع وشكله حيكمل يا جماعه، قسما بالله اسطوري. انا شلته بفتره هيك على اساس جرب غيره، ما في بمستوى. جارينشيا رهيب على الطرف صراحه، بعطيه 8 من 10، بس هو مشكلته انه من لمسه بتنقطع منه الكره، فحاول انه ما تلمس بالمدافعين. وهذا الاسطوره 10 من 10 حرفيا يا جماعه، كل فوت بجيب فيه رانك عالي لازم كرويف يكون موجود، لانه هو فعليا اللي بيشيل الخطه. هذا تمرجل شويه ولكنه تخازل بعض الاحيان، فيعني هذا بالنسبه للاعبين الجدد. غالبا ببيعهم لانه الاسعار جدا عم ترخص. عدد مباريات لوسيو 1400 مباراه لوسيو لعبان معي. انا بتحدى واحد من اللي عم يتابع الان عنده لاعب لعبان هالعدد من المباريات. يا ساتر، لوسيو وفييرا هدول كسرين حاجز الالف مباراه هدول الاثنين. طيب هيك عرضنا اللاعبين كلهم للبيع لانه ممكن انه يرخصوا، فالافضل نبيع. اهم شيء الحمر لانه في ميسي، ماشي اهم شيء الحمر. ليو ميسي ارجوك، شعار الارجنتين ارجوك، شعار الارجنتين. ووك اوت ارجنتين. الحارس 87. يهو ما في غير هذا الحارس اصلا اللي بيجيب. والله بيض يا جماعه. ميسي لو سمحتوا اعطوني ميسي. ووك اوت. الله ياخذ امبك جات الانفورم. هي تفضل قسما بالله بك جات انفورم. ليك نفس اللاعبين نفسهم. ووك اوت مو حدث. دي بروين. كرتوا ممتاز ممتاز، 90 ريتنج والله ممتاز. ويلكم يا تيبو كرتوا. حلو ووك اوتين، كلام جميل. يعني تقريبا طلعت حدود 100,000، برناردو سيلفا وكورتوا وشوية لاعبين. انجليزي والكر. ترينت. اوكي حلو والله والله حلو والله والله حلو. ووكاوت كمان وكمان. ليفاندوسكي. ماي جاد لو ليفا مرة كمان، يا ساتر والله كان بيكون شيء اسطوري. في هاد هي من تحديات جينولا اختياري، ما بعرف شو البلاير بيك بالضبط، بس انه الباكجات اختيارية من تحدي جينولا الاعارة. ما بعرف عبارة عن شو البلاير بيك والله. إليت اف اف. شو إليت اف اف يعني؟ اوكي بسم الله. من الحدثات ديم. العب العب. لورينتي لورينتي اسطوري غالي. او ماي جاد او ماي جاد، هذا بيكون اساسي بالفوت الجاي. نايس نايس، ناخذ لورينتي صح؟ تعال يلا وحده كمان وحده كمان بسم الله. عبيدي بيلي. او ماي جاد هذول هير. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. او اوكي اوكي اوكي. طلع لي جينولي يا شباب، صلي على النبي. تفكر انه ممكن يطلع لك هيرو ممكن عادي، قسما بالله شيء اسطوري. جينولا جينولا بكم؟
جينولا لوحده ب 11 مليون. هات الجينول، هات الجينول يا ساتر. هذا بالبث، مو بالبث، بالفوت الجاي بيكون اساسي.